هو ربنا خلق الدنيا دي ليه؟ عشان نعيش فيها متعذبين؟ دي طالب لما طلقتنيش يا سلطان اخونك. ما عندناش طلاق يا عمي. اوعي تطلبي في يوم من الايام ان اكون ابنك. نشوف الناس اللي احنا بنحبهم. هو انت اصلا حامل؟ يروحوا ويسيبونا. انا ليه اخلف طفل واظلمه ويطلع متخلف زي اختك؟ راضي عليا. الناس فسدت، الاخلاق انعدمت. ليه تعرف انك تعمل كده مع واحده غير مراتك؟ عشان الملل. اللي بيتولد اخرس لازم يكون ما بيسمعش. ليلى من السبت الى الخميس الساعه 7 مساء على DMC.